النشرة الاقتصادية، السلام عليكم. تجاوزت النفقات المصروفة في فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدمشق 44 مليار ليرة، وتعمل المؤسسة على بسط مظلتها التأمينية في خطوة مهمة منها في الحفاظ على حقوق العاملين. التفاصيل في هذا التقرير. 300 مليون ليرة. كشف مدير هيئة الاستثمار السورية مديان دياب أن الهيئة منحت 6 إجازات استثمار لمشاريع مهمة بعد تطبيق التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد كتوليد الكهرباء بلغت قيمة تعويضات الدفعة الثانية من أضرار الحرائق التي وزعتها مديرية زراعة اللاذقية منذ بداية الشهر الجاري أكثر من 2 مليار ليرة. مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا بيّن أن هذا المبلغ هو أكد مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف المهندس عبد الكريم شباط أن المؤسسة تعمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمعامل الأعلاف وإنتاج مواد علفية ذات جودة وقيمة غذائية عالية. شباط كشف أن مبيعات يستمر فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالحسكة بأعمال الغربلة لبذار القمح لتأمين احتياجات الفلاحين من البذار للموسم الزراعي الشتوي القادم، وبين مدير ختام نشرتنا الاقتصادية. شكرا للمتابعة.